إشكاليات كبيرة في علاقة بقضايا التعذيب، أساساً ظاهرة الإفلات من العقاب. ولهذه الظاهرة العديد الأسباب، من بينها أن الأبحاث على مستوى المراكز الأمنية هي غير جدية وغير سريعة، والضحايا خلال هذه المرحلة يتعرضوا للعديد من التهديدات، والقوانين التونسية لا تحمي الضحايا في علاقة بالتهديد أو بالابتزاز أو بالهرس اللي يتعرضوا لها أو بتلفيق التهم حتى. وبطبيعة الحال هذا يجعل الضحايا يتراجعون ويخافون، وبالتالي تضيع حقوقهم، ونصل إلى وضع من الإفلات من العقاب، بحيث أنه مرتكب الانتهاك ما يتعاقبش، والضحية ما يخذش حقه، ومعناها هذا له مخلفات وأثار كبيرة على دولة القانون وعلى هيبة الدولة وعلى رؤية الناس للقوانين وللدولة. لابد أن نسترشد وأن نطور القوانين التونسية، وذلك بالرجوع إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي تدعو إلى أو تنص على إجراء التحقيقات السريعة والعاجلة ومن قبل جهات محايدة ومستقلة. في هذا الباب نحن نقترح أنه يا أما أن تكون الأبحاث تجرى من قبل النيابة العمومية مباشرة، وأما أن نحدث هيئة مستقلة للبحث في الشكاوي ضد الشرطة، وهذا معمول به في بعض الأنظمة القانونية كما في الدنمارك مثلا. إلى غاية 2012 في الدنمارك لاحظوا أنه الشكاوي ضد الشرطة ما عندها حتى فعالية وما تأديش حتى النتيجة، لأنه البحث يتم فيها عن طريق الشرطة، يعني مرتكب الانتهاك هو نفسه الذي يقوم بأعمال البحث. فأحثوا جهاز مستقل، وهو الجهاز المستقل للبحث في شكاوي ضد الشرطة. نحن ندعو أنه في تونس يتم إحداث جهاز مستقل للنظر في قضايا التعذيب وكل الشكاوي ضد الشرطة، وتكون لهذا الجهاز يعني صبغة قضائية في علاقة بالنيابة العمومية. فما الآن الناس تشكي للتفقدية تابع الوزارة الداخلية في علاقة بالأمن أو بالحرس الوطني، ولكن هذا دائما يبقى في إطار إداري. على مستوى قضائي أغلبية الأبحاث تتم في مراكز الشرطة اللي حصلت فيها الانتهاكات نفسها، ويكونوا حتى أعوان اللي ارتكبوا الانتهاكات حاضرين. الحلقة الثانية بعد التحقيق وعدم جدية التحقيقات هي مرحلة المقاضاة. عدد قليل فقط من شكاوى التعذيب تصل أمام القضاء، يعني نسبة ضئيلة. إحنا كمنظمة تونسية لمناهضة التعذيب تقريبا منذ 2011 سجلنا تقريبا 800 شكاية، يعني نقول لك أقل من 10% وصلت أمام القضاء في 7 سنوات. الأسباب عديدة، ما فماش منظومة لتخلي أولا القضاة يكيفوا الأفعال في الغالب وقت توصل أمامهم ما هيش تعذيب، على أنها عنف، وعقوبة العنف أقل من عقوبة التعذيب. ثانيا ما فماش اجتهاد في جمع الأدلة. على مستوى المستشفيات العمومية فما ضغوط كبيرة توصلت على الأطباء وعلى الإطار الصحي لعدم تسليم الشهادة الطبية الأولية المثبتة للتعذيب، يعني الضحايا يلقاو صعوبات كبيرة والمحامين كذلك. وفي حالات احنا رينا انه ناس يتعذبوا وتنتهك حقوقهم وما يتعطوا ولا يعطى لهم تسخير طبي للعلاج وللحصول على شهادة طبية في المستشفى. ايضا الشهود اللي هما وسيلة اساسية امام القضاء في الاثبات يقع تخويفهم وترهيبهم، وما عندناش منظومة لحماية الشهود كما ما عندناش منظومة لحماية الضحايا. يعني والقضاء الحقيقة مازال في تونس لم يتحمل مسؤوليته بعد تجاه قضايا التعذيب، يعني فما حالة وحيدة كيف فيها القضاء الأفعال على أنها تعذيب سنة 2012، يعني بعد وخلال السنوات الأخيرة أغلبية القضايا رغم أنه فما حالات تعذيب ثابتة وفما أضرار جسيمة ولكنها تعتبر عنف. فما بعض القضاة ما يميزوش بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة، ما تلقاوش تكوين. فما قضاة آخرين
متأثرين بالتوجهات السياسية للدولة، لأن الدولة في خطابها السياسي الداخلي والموجه للخارج تقول ما عندناش تعذيب. فوقت القاضي يصدر حكم في التعذيب يشوف ويولي يحس نفسه وكأنه في تناقض مع الخطاب الرسمي، وكأنه يمس من صورة الدولة في الخارج، يولي القاضي يتراجع لأن الخطاب الرسمي ينفي وجود تعذيب. فما حالات أخرى يعني القضاة أيضا كما قلت ما عندهمش تمييز واضح، معناها بالنسبة لهم هذه جريمة التعذيب ما هيش مفهومة بالنسبة لهم. من أكبر الأشياء اللي نطالبوا بإصلاحها هو الفصل 101 مكرر، أنه التعذيب يشمل حالات التعذيب الممارس بدافع العقاب اللي هو مش مجرم في القانون التونسي. نحن نجرم التعذيب بدافع اقتلاع الاعترافات، بدافع التمييز، بدافع التخويف، أما بدافع العقاب ما نعتبروش تعذيب. ومن الإحصائيات متاعنا ثبت أنه فوق 55% من حالات التعذيب دافعها هو العقاب، يعني هذه كل تتعدى عنف. يعني إذا اشتر أكثر من اشتر الممارسات تتعدى عنف، لأنه القانون لا يجرم التعذيب بدافع العقاب. يعني هذه زادة نجم تقول حتى القانون يساهم في الإفلات من العقاب. بالطبيعة في حضور المحامي صعيب باش يتمارس التعذيب على المشتبه به. تبقى هي فما مراحل معناها يصعب مراقبتها، وهي اللي يستمر فيها التعذيب وربما ما هوش باش ينقطع، اللي هي إلا بالمحاسبة، واللي هي من القبض على شخص إلى حين نقله إلى المقر الأمني. يعني من حالة التلبس إلى مرحلة نقله في السيارة الإدارية يعني تم التجاوزات. والساعات الأولى قبل حضور المحامي وراه مش الناس كل تعرف أنه من حقها باش تكلف محامي في البحث الابتدائي، يعني صار صبر آراء، وهناك نسب كبيرة من التوانسة ما يعرفوش هذا الحق. يعني وفي حالات أخرى يتم تجاهل هذا الحق، يعني المواطن يطالب باش يحضر معه محامي والباحث يتجاهله. فما أيضا العنصر المادي، فما ناس عاجزين، وفي الجنح القانون معناها ما هوش وجوب للمحامي إذا كان ما طلبوش المعني بالأمر، فقط في الجنايات. المجتمع المدني عارض صدور هذا القانون، وإحنا كمنظمة تونسية يعني قدمنا ورقة إلى اللجنة البرلمانية وشرحنا فيها أسباب معارضتنا لهذا القانون اللي معناها يمثل ضربة موجعة لحقوق الإنسان، سواء لحرية التعبير أو للحق في التظاهر أو حتى يعني لاستعمال القوى المميتة. يعني القانون هذا لا يضع ضوابط واضحة لاستعمال الأسلحة في حالة معناها التجمعات والتجمهرات، يعني ويمكن أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب في الحالات القصوى وهي حالات القتل. يعني فما بالك بما دون ذلك من الحالات، يعني حالات العنف أو التدخل أو وفي عقوبات قاسية. يعني تخيل أنت إذا كان سيارة أمنية تتحرق يعني ينجم يصير الحكم بعشرات السنين، معناها فيه عقوبات قاسية وفيه رسالة. احنا فوق هذا كل يعني كل قانون عنده روح، عنده رسالة. الرسالة متاع القانون هذا هي ضرب الدستور وضرب الحقوق التي جاء بها الدستور 2014. احنا بتجربتنا نعرف ان احنا كي نتقبلوا شكاوي متاع مواطنين راو نسمعوا روايات، نسمعوا شهود، ناخذوا ملف طبي، شهاية طبية، نعاينوا آثار يعني تبدأ بادية. ونقول لك فماش مواطن يجي يتبلل لبوليس بدون فماش ريتشي أنت إنسان ما عنده ما يعمل يجي يقول راه ضربوني في مركز ولا راه البوليس الفلاني اعتدى علي. يعني هذه حوايج ما إذا كان أنت تحط إنسان ما بين أربع حيوط وما يشوفه حد ومن بعد تقولوا ليه راك تكذب، ماش معقول عاد نوليو ما فماش جدية. الشكاوي اللي تقدموا بها الناس في العادة تلقاها مأيدة، وفي أقصى الحالات فما شهية طبي معناها، وفما يعني في الوقت
تبدا فما تزامن بين العنف وما بين عمليه الايقاف وما بين شهاده طبيه. اذا ما فماش والقانون والاتفاقيه الدوليه تقول لك راه اي انسان معناها اعطاه مزاعم متاع تعذيب الدوله ملزمه فيها بالبحث والبحث الجدي والعميق والمحايد. نسبة 99% هما ناس فقراء من أوساط اجتماعية صعبة وهذول يتسلط عليهم التعذيب دائما، ولأنهم يسكنوا في أحياء وفي أماكن صعبة فالشرطة أو السياسة الأمنية تكون في العادة تتبع القبضة الحديدية، لأنه السلطة ما عندهاش خيارات أخرى غير الضبط الأمني، فتكون السياسة المتبعة هي القبضة الحديدية وهي السطوة متاع الأجهزة الأمنية، فيصبح الجهاز الأمني عوض أن يكون حافظ الأمن يصبح جهاز قمع في يد السلطة، لكن الأوساط الفقيرة اللي ما قدرتش السلطة أنها تلبي لها مطالبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى آخره، فالبديل هو القمع، والقمع عن طريق الأمن، والقمع ما هوش سياسي فقط، يعني القمع الاجتماعي، القمع بدعوة مقاومة الجريمة، بدعوة مقاومة المخدرات، بدعوة كذا، يعني ونوصلوا في الأحياء هذه إلى أنه تتوتر العلاقات ما بين الأمن والمواطنين، أنه نسبة كبيرة من شباب هذه المناطق يبدو موجودين في السجون، نسبة العود للجريمة، نسبة الآفات الاجتماعية في هذه الأحياء تكون كبيرة، يعني المخدرات، الجريمة إلى آخره، يعني هذا وضع مسؤول عليه الدولة، مسؤول عليه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.